عظيمة كريمة زينب بتقول هيا يا طالبة المية الست بتقول هيا يا طالبة المية أنا بنت الحيدرية علي ذاتية الست بتقول هيا كريمة يا طالبة المية يا ست أنا بنت الحيدرية علي ذاتية أنا زينب المشيرة لآل البيت أميرة أنا زينب المشيرة لآل البيت أميرة واللي يجي يزورنا كأنه زار النبي يا ست كريمة خدي علينا يا ست عظيمة يا ست يا ست كريمة أنا رئيس الديوان يا طالب الحنان أنا رئيس الديوان يا طالب الحنان وأخي حسن الإمام ذكره عذرا وريا يا ست بتقول هيا يا طالب المية يا ست أنا بنت الحيدرية علي الذاتية أنا زينب الكريمة يا ست بنت الضرة اليتيمة أنا زينب الكريمة بنت الضرة اليتيمة ولي أخ شهيد اسمه حسينة قل هيا يا ست يا طالب المية يا ست أنا بنت الحيدرية علي الذاتية يوم القيامة بنادي يا ست وبقول تعالوا يا حبابي يا ست يوم القيامة بنادي وبقول تعالوا يا حبابي اشربوا من يد جدي طال النبي يا ست قول هيا يا طالب المية أنا بنت الحيدرية علي الذاتية لطشتني بحبها وبعشق جدها لطشتني بحبها وبعشق جدها ومشيت في درب غازة زينب بنت علي يا ست بتقول هيا يا طالب المية يا ست أنا بنت الحيدرية علي الذاتية الزهرة أمها وخديجة ستها الزهرة أمها خديجة ستها وجعفر الطيار ده يبقى عمها الست بتقول هيا كريمة يا طالب المية أنا بنت الحيدرية علي الذاتية أنا أم الحنان أنا رئيس الديوان أنا أم الحنان أنا رئيس الديوان وعلي زين العباد ابني أخي يا ست بتقول هيا يا طالب المية أنا بنت الحيدرية علي الذاتية ست يا ست